أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد عبر شاشة تلفزيون لبنان بلبنان اليوم الواحد ما بعد الأربعين على قيام الانتفاضة المطلبية الشعبية وبعد شهر ويومين على تقديم الرئيس سعد الحريري استقالة الحكومة وبعد يومين على تحرك جمهور آخر مقابل الجمهور عبر الطوائف الذي تجلت حركته في عيد الاستقلال. الرئيس الحريري اليوم أعلن للملأ وللنواب ولمن يعنيهم الأمر في مؤسسات الدولة والحكم أنه غير قابل لأن يكون الشخص الذي يمكن للاستشارات النيابية الملزمة عندما تحصل أن تسميه. إنني متمسك بقاعدة ليس أنا بل أحد آخر. في هذا اللبنان الضارب تاريخه بعمق 6000 سنة والشعب الطيب والمجتمع الحيوي والصعب في آن يمر الآن لبنان في أزمة، أزمة لبنان الإنسان الوجدان والعيش الكريم وأزمة لبنان السياسة وسوى السياسة من أي مجال آخر. طالما قيل إن الوجدان حرك أمورا عدة وقضايا وحول مسارات عبر الزمن والتاريخ، معنا مباشرة الدكتورة ماري أنج نهرة المحللة النفسية والأستاذة الجامعية. أهلا وسهلا فيك دكتورة. يا هلا فيك. يعني حضرتك محللة نفسية كان على المستوى الفردي أو على المستوى الاجتماعي، هلأ مثلا منذ دقائق بلشوا يقولوا أنه الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية شخص يؤلف الحكومة راح تكون بالأيام الثلاثة المقبلة خميس أو جمعة. الرئيس الحريري اللي بعد ما كان عم بيقول أنا وكانوا كلهم عم بيقولوا أنه أنت تكون رئيس الحكومة منفضل، عم بيقول ليس أنا بل أحد آخر، وأثنى كمان على العنصر النسائي اللي هو نصف أو أكثر المجتمع ويقول الحضور المميز للمرأة اللبنانية. برأيك لبنان الوجدان الآن هل تدخل فيه الكرامة الحياتية والكرامة الإنسانية لوصل لهذا الوضع من التحرك أو الانتفاضة الشعبية المطلبية؟ شوف الإنسان ما بيقدر قد ما تجوعه ما بيقدر ينسى أنه هو إنسان. الإنسان بكيانه عنده إنسانية، فبالتالي ما بيقدر ما يحس بوجعه وبوجع الآخرين من حوله. إنما قديش بتجوع شعوبك قديش بتسمح له تترقى وتعترف بكرامتها أو تبيع كرامتها. اثنين الحدين. نحن الحمد لله في كتير من البلاد العربية في عنا شعوب تجوعت وجهلت، يعني جهلوها، يعني ما ساعدوها تتثقف وتتقدم، فبالتالي طبعا فيها تبيع كرامتها. نعم، عم بيقولوا يعني في مبدا يعني نتاسف نقوله انه يعني جوع شعبك بيلحقك هيك بالمنطقه المجاوره لألنا. بس في تفاوت بالانسانيه، يعني منلاقي بالغرب يعني ال قليل ما تقدر تحركي وجدان وتحركي عواطف، بينما بالشرق وخصوصا المنطقة العربية يراهن السياسيون وغير السياسيين على أنه اللعب على العواطف مهما كانت، اللعب على العرقية إن كانت مذهبية طائفية أو حتى أي شيء آخر، ولكن في مراهنة أنه أكثر فيك تجيشي عاطفيا ووجدانيا بهذه المنطقة أكثر منا في أوروبا. يعني متلاقي أوروبا من 400 سنة اللي هلأ المرأة الجديدة بتلاقي عندهم رئيس، عندهم مدير، عندهم كذا. نحن هون بعد عندنا زعيم، عندنا ما بعرف شو، لو في هيكل للدولة ولل... خليني أشرح لك ليش. لأنه نحن أسقطت علينا المفاهيم ولم تنبع منا، لم تنبع من الشعب، هي أسقطت علينا كل المفاهيم. يعني أنا بدي أرجع معك كمان 400-500 سنة لورا، حتى المفاهيم الديمقراطية والشيوعية وأي مفهوم فلسفي عم بيكون جايينا عم تبنيه من الغرب وعم نحاول نطبقه ونلبنه إذا بدنا نحكي عن مجتمعنا اللبناني. وإنما أنا بدي ردك على هذا السؤال الأولين اللي افتتحنا فيه. أنا مني واثق أنه كل شعبنا لن يندار عاطفيا إلى هذه الزعمات، وقد أعتبرها هذه الأحزاب اللي استلمها زعمة. إذن بدنا نكون واقعيين وسنعترف أنه عندك جزء من الشعب مثقف لدرجة واعي، خليني أقول لدرجة، لأنه مثقف يمكن تنفهم فايت على المدرسة وطالع، هي مش هون الموضوع. المعرفة غير التعلم غير التعلم غير الإدراك. إذن في عنا فئة من شعبنا واعية
انه فعلا نحن طلعنا من زعيماتنا، لانه فهمنا انه اليوم كرامه الانسان هي مستقله، هي كرامته تاتي من الاستقلاليه. فاذا اعترف بهالاستقلاليه اعترف بكرامته، وانما اذا بعده موصول، هيدا حبل السره، موصول بالزعيم، وبالنسبه لالي الزعيم هو اب، والاب هو مصدر السلطه، وحتى اكثر من اب احيانا هو الهه. لما بتصير علاقتك بالشخص الآخر وكأنه آلهة، بتنزل أنت إلى مستوى العبودية. فهون ما فيك تطالب هالفئة من الناس يكون عندهم كرامات أو تعتبرهم أنه هن إذا بدك شعوب مش منساقة وإيش على مظبوط لوين رايحة، لأنه العاطفة بتشل حركة الدماغ، بتشل النقد وحس الفكر، بتحل المنطق الرياضي الحسابي. ايه؟ ببطل ما عندك منطق، لأنه يعني كمان في اذا بتاخذي بيولوجيا الحركه العصبيه والفكريه متكامله. طبعا. يعني العاطفه، ولكن في الوعي، هون يفرق الوعي. في عندك الذكاء العاطفي. نعم. شيء. نعم. والذكاء المنطقي شيء ثاني. نعم. نحن عم نحكي عن الذكاء المنطقي الذي سيسمح لك بتحليل الامور باستنسابيه معينه واستنتاجات معينه وبالحكم لاحقا. طيب بس هون في هيدا كله من شان يعني لنرجع للواقع اللي نحن فيه، الحراك المطلبي الشعبي. يعني منلاحظ انه اللي عمرهم 25 سنة لعمر 18 في عندهم تحرر من الذكاء العاطفي 80% منهم. يعني اليوم اذا انا شو عم بحكي وانت شو عم تحكي، نحن بهال بعمري انا او بعمرك او الطبقة القوى السياسية، بتلاقي اللي هم منتفضين على الارض، ما عم نقول كلهم، في 80% منهم بقول شو عم يحكوا هودي، شو يعني، هم بفكروا بغير طريقة، يعني بعيد عن الانتماء ان كان جيد او غير جيد، الانتماء التاريخي، الانتماء الزعيمي، الانتماء المذهبي، بتلاقيهم كلهم مع بعضهم. التواصل الاجتماعي جعلهم يعني كلمه طائفيه او كلمه ما بعرف تقليديه غير موجوده بهذا التواصل، لانه ثقافتهم بالاكثريه ثقافتهم غربيه. يعني الثقافه اللي اخذوها والوعي والفهم اللي اخذوه اخذوه من العلم اللي استنتجوه بعد العولمه وبعد الانفتاح اللي صار على السوشيال ميديا. نعم. صاروا عم يتثقفوا اكثر من بقيه الاشخاص، وبالتالي منيح اللي عندنا فئه من هاي دول الشباب والصبايا اللي نحن ما كنا مرهنين عليهم صراحه، لقلك كنا نحن مفتكرينهم انه هيدا عنصر الشبابي التكنولوجي اللي ما راح يقدر يعمل شيء. فعليا هو حرك الثوره، وهو قدر بمكان ما ياخذ المقاعد الاماميه، وبالتالي لحقوه بعدين الاخرين. هلا بتقلي ليش؟ لانه اقل السياق الفكري عندهم غير السياق اللي عندنا. طبعا نحن لقلك ليش؟ هم عم بيشوفوا نحن شو عم نفكر، بس نحن بنعرف هم شو عم بفكروا، لانه هم اكثر استقلاليه من اهلهم. اهلهم كانوا منسقين اكثر، وخاصه اهلهم كانوا عايشين سنين اكثر بالضبط. نعم. وعندهم انتماءات وفهموا انه ما بيقدروا يبقوا بهذا الوطن اذا ما عندهم انتماء للزعيم، ما بيقدروا يعيشوا هالجيل لانه هن. طيب بينما الشباب ما عندهم هذا. طيب. الانتماء مش بهالدرجه. ايه بس بهالنقطه هون لماذا يعني نحن هلا مش انه عم نعرض، نحن ما عم نجلد وعم نتهم حدا، لماذا عنصر الانسانيه والوجدان ينخفض منسوبه كثير عند رجال السياسي، بينما الوجدان عند الطبقة الاجتماعية اللي هي بتقلهم أو ما بتقلهم؟ هذا نمر اثنين. نمر ثلاثة إنه الجيل الجديد إن كان في وجداني أو غير وجداني بتحركهم أمور تانية. هل هذا الأمر فاجأ الجيل هيدا القوى السياسية؟ طبعا القوى السياسية مش قادرة تتفرج، بدها ترجع تحيط. القوى السياسية ما كانت اشعتهم بالمرة. نعم. لا شايفتهم وجدانيين ولا اذكياء ولا مش شايفتهم بالمرة. القوى السياسية مش شايفتهم مش قريتهم. لا فكرتهم مثلنا. شايفتنا يمكن نحن شوي، بس هن حتى مش شايفة احتياجاتهم ولا سامعة مطالبهم ولا معها خبرهم. نعم. ومفتكرة ومراهنة يمكن على رحيلهم وتفريغ الوطن من هالطاقة الشبابية. أنت بتعرف عنا نسبة هجرة كتير كبيرة، والهجرة عم بتكون كمان للأدمغة مش بس لعامة الشعب، واللي عم يقدر واللي عنده إمكانيات مادية. فبالتالي أنت عارف أنه بمكان ما شعبك عم بفل، شعبك عم بهاجر، وانت بعدك قاعد مطرحك وما عم تعمل شيء. يعني هون اي كريزه وجدانيه على قليله نص رحيبه، بس هيدي شو نص
اي نص منهم بس عم بيجي بس نص باقي ايه؟ عمين بيعمل ريس بالضبط، والنص اللي باقي ما عنده القدره يقب راسه فوق المي. نحن يعني عم نحكي عن الكل. نعم نعم عم نحكي عن شعبي اليوم. نعم. انا عم بحكي عن شعبنا. من مين معمول شعبنا؟ معمول من فئه من الراشدين يلي عمرهم عاش خليهم يعيشوا الحروب المتتاليه والانسياق لها الزعمات، وعم نحكي عن فئه شبابيه اليوم اظهرت بقواها كامله انه هي قادره تنتفض على الطقم القديم. هيدي الطاقة كنا نحن عم نخسرها وعم بتفل، اليوم عندها كتير شباب بطل بدهم يفلوا. ايه بس هون بدي اقول لك انه اللي عم تحكي عنهم هو جمهور، بس في جمهور شبابي اخر ولو بيشعر مثلهم ولكن عنده تعلق يا بالعقيدة يا بالزعيم ويا يعني بيقدر يدافع اكثر عن القوى السياسية اكثر بكثير من عدم تعلق الجمهور اللي منتفض بزعماء وزعماء أهله. لأنه عزيزي أنت حكيت عن خلل بمكان ما، أنا برأيي بيعود هذا الخلل للتربية اللي قامت فيها السلطة لهالشعب. يعني معناتها في شعوب مش شعب واحد. صحيح، في شعوب، في مش بس شعوب، في فئات بهذا الشعب. الخلل وين ببين؟ ببين انه انت الانتماء اللي ربيته بهالفئه من الناس منه انتماء وطني، وانما انتماء زعائم زعيم معين او فئه معينه او طائفه. اذا بتسمح لي كمان بدي اطف يعني بدي ابعد اكثر، رح نروح على الطوائف. نحكي بصراحه اوكي، نحن شعبنا طائفي الى حد كتير كبير، وبالتالي انتماءاته حتى منا بالضروره وطنيه ولا لاحقه زعيم ولا لاحقه حزب، لاحقه طائفه وعقيده. وهون كيف بدك تسحبه بعد على انتماء وطني؟ المواطنيه الصالحه. بس انت عم تنفي هون رسالة لبنان اللي هو جامعة 18 طائفة. صحيح، بس رسالته قد ايه طبق منا بالمدارس الرسمية؟ قد ايه طبق منا بالمدارس الخاصة؟ أنت بتعرف إنه عندك مدارس ثلاث أرباع المدارس الموجودة والقيمة واللي عم تعطيك فكر وإبداع وخط وكتيبة وأفكار عم تكون مدارس خاصة، ما عم تكون بالضرورة مدارس رسمية. بس دكتورة دكتورة نحن الفرق بينه وبين يوغوسلافيا لو عملوا لهم إطار هن وحلوا لهم إياها، كانوا يقعدوا المواطن اللي على مستوى المواطنية، المواطن مش المسؤول أو الزعيم أو الحزبة، يقعدوا مع بعضهم بيكرهوا بعضهم للموت. بينما هون قاعدة كل العالم مع بعضها، بتلاقي السني والشيعي والدرزي والباروني والهذا بيقعدوا ما في عندهم هاي الأفكار اللي القاتل والمقتل. حلو سؤالك. نعم. بس هيدا ما خص السلطة فيه. إيه؟ هيدا خص فيه. نعم. العائلات والأسر والقيم. يعني في اللي عنا إياها في جامع مشترك، في قاعدة أسرية، قاعدة تربوية أسرية ما خاصة بالسيستام. نعم. بتعرف ببلاد برا، ببلاد الغرب سألتني عنهم، السيستام هو اللي بيربي العالم. نعم. حتى لو أنت لقيت من الخارج. إيه؟ السيستام بيتبنيك وبتروح بالمؤسسات وبتوصل على الأقل. الشوماج دولة مسؤولة عنه. كلا. يعني هون بدهم يفرضوا استطرادا، يعني بدهم يفرضوا ضرائب ويعملوا الإصلاحات موجعة وما بعرف شو، والواجبات اللي عليهم ما بدهم يعملوها. طبعا. يعني ضمان الشيخوخة، الضمان الاجتماعي، الضمان الصحي. طبعا. الشوماج، يعني البطالة، بدهم يخلوا كل العالم مثل ما هي زطوها بالشارع ويعملوا إصلاحات موجعة. معلش اسمحي لي. إذا الفئة إذا بدك اللي اليوم نحن مرهنين عليها واللي عندها قيم موحدة حتى ولو هي متعددة الطوائف. نعم. والانتماءات، هي الفئة اللي تربت ببيوتها تربية وطنية، اللي قدرت بمكان ما هالأهل اللي عاشوا قدروا يربوا عند أولادهم لا حب الانتماء إلى الوطن أكثر من اجتماعية، حب الانتماء إلى الآخر. هن هدول الأشخاص المنفتحين، وفي وأثبتت الثورة أنهم كتار. نعم. نحن كنا يمكن قاعدين ببيوتنا قبل والناس ما بتعرف بعضها، كنا مأمنين هالأهل. اكزاكتلي. طلع أنه لا، في عالم كتير عم بيربوا بنفس الأسلوب. وبدي أقول لك، غير قصة المواطنية الصالحة، في ثقافة واحدة اليوم ما تنسى انه نحن ان كنت مسلم او مسيحي. ما انا رديت على سؤال، انا بدي اقول لك اياه لانه لاقول لك شغله. انت عم تحكي انه لازم الانتماء الوطني. الجمهور اللي نزل امبارح ضد الجمهور الاخر هو الاكثر ناس متعلق بارضه. يعني اذا اخذنا الطائفه الشيعيه الكريمه، الطائفه الشيعيه الكريمه مهما سافر بيرجع لهون، مهما اشتغل برا بيبعث لهون ليعمروا بيوت على حدود اسرائيل، على حدود العدو الاسرائيلي. حتى انتمائه بيقول لك انا ما عندي غير لبنان، مثل ما كانوا الموارنه قبل، هن الشيعه هيك كمواطنيه كحب للوطن والانتماء عندهم اياها، ولكن النقطه الثانيه هي العقائديه، هون بتتغير الثقافه اللي عم تحكي عنها، كيف ممكن نجمع هالثقافات مثل ما كانت مجموعه ايام ما قبل ما نحن نخلق. شوف، يعني في فرق كبير بين التعلق بالارض والتعلق بالوطن. التعلق بالارض
الموارنة عندهم إياه كمان بتعلق الأرض بالجبال بالجبل، والسنة عندهم إياه بتعلق الأرض ببيروت، ولكن والدروز بالجبل، والدروز بالجبل أيضا الموارنة والدروز هم النواة. إذا التعلق بالأرض جيد ومفيد ورائع ومشكورين، ولكنه غير كافي لبناء الوطن. لبناء وطن أنت بحاجة أن تتعلق بالوطن. شو معنات الوطن؟ خلينا نتفق على معايير، نرجع على الوجدان، خلينا نتفق على معايير. الوطن يضم أكثر من فئة واحدة. الوطن منه بس عقائدي، منه بس لإلي أنا ومش لإلك، منه للموارنة دون السنة أو للسنة دون الشيعة أو للشيعة دون الدروز. إيه، إذن لما عم نحكي عن وطن علينا أن نعترف بوجود بعضنا البعض وأن نتكافأ، ما هيك نهدي ايدين بعضنا ونقوم وننهض بهذا الوقت. هم ما عم بيقولوا غير هيك. ايه انا ما عم بحكي هن ونحن، انا عم بقول لا مش نحن وهن، انا عم بقول الطوائف بلبنان ما بتقول، يعني وقت اللي بتطلع على المنابر ما بيقولوا غير هيك، يعني لا القول شيء والفعل شيء ثاني. هن ما بيقولوا هيك، بس بيطلع الزعيم بيقول لك بكلمتين بيقدر يحرك الشارع تبعه، بيقدر يطلعوا على الطريق وبيقدر يضبوا على البيت. دكتوره اذا اخذنا الطوائف كلها، خلينا نحكي صراحه، نحن نحكي من تلالي بون وما من ما من ذنب حدا، خدي كل الطوائف المسيحية والإسلامية والدرزية وغيرها. اليوم وقت اللي لحديت هيدا الجيل اللي انتفض، نحن ما عم نحكي عن ال 25 ل 18، عن 80% منه، عم نحكي عن 20% منه، وعم يمكن أجيالنا وأجيال غيره وكذا. يعني عم تحكي عن اللي خلقوا قبل التسعين، خلينا نكون واضحين. أوكي. قبل السنة التسعين. عم نحكي من ال 75 ل 80 ل 90 وموقف. هون وقت اللي بيطلع زعيم انا بؤمن فيه، بؤمن بذكائه ودقائه، بؤمن فيه، هو بيقول لي كلمه بقول له على حق، هيك بيقول لك على حق. وقت يطلع زعيم ديني ممكن بغير طائفه بيقول لك هيدا على حق. وانا يعني كل واحد عنده انطلاقه وجدانيه بيتاثر فيها، وبكلمه وحده بيرجع بيجمعوا لك اياهم كلهم. اليوم الجيل اللي طلع واللي هو طلع من وجدان فكري اخر او ثقافه اخرى، هل يمكن ان يعمم على الكل هيدا اللي يصير اللي صار؟ لا، لانه هيدي تربيه معينه بتوصل لمحل. اذا انت ما عملت البروسيس كله سوا ما حتقدر توصل لنفس المحل. اذا انت ما عملت لك مأزق، اكيد في مأزق، لانه اذا انت ما عملت لك غسيل دماغ من انت وصغير باطار معين ما حفيك تفهم شو عم يصير بالشارع الاخر. طبعا نحن بمأزق كتير كبير، ولكن انا برجع بردك على الرهان اللي نحن مرهنينه على هالطاقه الشبابيه اللي عندها حس النقد. وكمان هلا ممكن لانه انا بعطي بكذا اطار، انا بعطي بعلم بكذا مطرح، بصيدا وببيروت، بتشوف الاجيال، بتشوف وبشوف كل فئات المجتمع اللبناني بكل طوائفه. شو بتلاقي؟ وبقول لك انه حتى جيل الشباب يلي منتمي لعده احزاب او عده طوائف عنده حس النقد. اليوم المشكله مش بقديش انت قاشع، بقديش انت رح بتطيع او ما رح بتطيع. عندك رح يسمعوا الكلمة أو ما حيسمعوا الكلمة. شو هي الانتفاضة؟ أنك ترفض الكلام لما ما بيشبهك، ترفض الكلام لما عم بيتسلط عليك بالقوة. هيدا الانتفاضة داخلية بدها تكون بالأول، بدها تكون داخلية. هيدا التنافس، ما بنرجع للداخل، ما هو كل شيء بيحرك هو من الداخل. من جوا ايه؟ وقت الزعيم بيحرك حدا بيحرك له من داخلهم، وهن والتلميذ أو الشخص أو المواطن بيتحرك من داخله تجاه الزعيم وتجاه الوطن. حس النقد عند الأجيال هل بتلاقيها عم تقدر تبدد واقع حقد أو واقع طوائفي أو واقع مذهبي؟ أكيد أكيد. أنت بتشوفهم اليوم بالمظاهرات اللي عم بتصير، بيجوك ناس عم بينادوا بزعيماتهم، بيجوك ناس عم بينادوا بلبنان، بيجوك ناس عم بيدعوا الحرب أو عم بيتحشوا بأفكار عدائية، بيجيك ناس عم بتقلك سلمية سلمية. بس يعني حتى اللي عم بينادوا بزعيماتهم عنده الناس بيحسوا مثل اي مثل اي فريق بالجمهور. هلا شوف، بدنا نميز لكي لا نحكم. انا يعني كمحلل نفسي ما بحكم بس على السلوك، انا بدي اشوف شو اللي عم بيحرك هالسلوك. فهيدول ناس عم ينحطوا بالواجهه الاماميه، ولكن نروح شوف شو مسبباتهم. لما بدي ارجع على موضوع فقر شعبك، لما نص الشباب اللي موجوده بكثير من مجتمعاتنا، يعني فينا اطلع لعندك على مناطق بعيده بعكار بطرابلس بالبقاع ببعلبك، مش واصلت لهم للمي وللكهرباء وللعلم، ولا انت جهلته لهالشاب، ما في عدل، انت ما عطي شغل، انت تاركه بمأزق حياتي اكزيستنسياليست، بمأزق وجودي. قديه بدك تعطيه دافع ليروح على الخط الامامي، وقديش سهل انك تجذبه
بإيديولوجية معينة بفكر ولو هو كاذب أنه يوقف بالمراحل الأمامية. بس عم تحكي عنها قلة العدالة بالمناطق النائية ما عم تمتد للكل؟ طبعا اليوم بالمشكلة اللي صارت ما لو وقفوا بالمدن يعني امتدت. بس أنا عم بردك ليش في ناس عم بيقدروا ينتفضوا وناس ما عم بيقدروا ينتفضوا. هاتيك عن فئة معينة من الناس أنا بشوفها كمان بالمؤسسات الخيرية اللي بنبرم عليها عندها فعلا مشكلة وجودية لدرجة أنه بتاخد بتتعاطى المخدرات، مستعدة تعمل أي شيء لتقبض مصاري. طب ما هدول اللي بدهم يعيشوا، أنا ما عم برر، انتبه، أنا ما عم بقول إنه هذا شيء جيد، عم نشوف الواقع والدوافع. بس هدول بيوصفون الأحزاب لأمور كتير سهلة. اليوم لما بتشوف واحد مستعد يقتل وبسهولة كبيرة، وينه وجدانه؟ وينه ضميره؟ وينه إذا بدك حسه الوطني؟ إذا بمكان ما أنت بدك تشوف مين في بوجهك. وبتصور هالفئة الشبابية الواعية اللي نحن عم نراهن عليها صاروا فهمانين اللعبة، هيدا اللي فاجأ. رح يقدروا يؤدوا يعني بما هلأ القدرة غير موضوع أنك تعرف أنت أنه الشوكولا والسكر ممنوع لك لأنه مثلا معك سكري بتعرفها، بس رح تقدر تعمل ريجيم لتوقف أكل السكر، هذا غير موضوع. أنك تفهم غير أنك تقدر. المقدرة مربوطة أيضا بما يحيط بك إقليميا، يعني أنا لو ما فيني أحط على كتاف هالشباب اللي طالعين جديد، أولا ينتفضوا على السلطة الداخلية الفاسدة، وثانيا يوقفوا بوجه التدخل العالمي، يعني ما عليه أنا يعني مفقسين من البيضة بدهم يأمنوا مستقبلهم. إذا أنا بس مراهنة على شعلة النار اللي طلعت، يلي نار وعي، نار فهم، نار إدراك لوطنية جديدة. تبان الواقع والدوافع تنوصل للمرحلة الانتقالية السليمة، مش السلبية، الإيجابية والسليمة، ما بتلاقي كمان إلى الدوافع؟ في دافع كتير مهم إنه الخوف والتخويف. يعني إذا مذهب بكامله بدل خايف ومضطر يستعمل التخويف ليدل وجوده مظبوط، وفي مذهب آخر خايف من هيدا المذهب انه ممكن يفتقت عليه وياخذ له من حقوقه، مضطر يستعمل ما بعرف اي سلاح، وفي مذهب رابع او ثالث كان هو اساس لبنان كمان عم بخاف انه يصير اقليه مثله مثل غيره. هون ما الذي يمكن ان يطمئن كل المذاهب وكل الطوائف بلبنان حتى يقعدوا بكل رواق يفتشوا على عقد طبيعي، مش ضروري عقد بالورقه، عقد طبيعي اجتماعي يقدروا يجمعوا قواسمهم او جوامعهم المشتركه ويعملوا هالشخصيه اللبنانيه الجديده. هلا بدي فاجئك بالجواب، انا ماني واثقه انه نحن كشعب كفئه شبابيه خايفين من بعض. انا بتصور على مستوى الفرد مزبوط، بس على مستوى الفرد لا، رح اقول لك ليش، لان برجع بعد لك انا كمسيحيه اليوم بعلم بكل مناطق لبنان، بعرف لما نكون بمنطقه معينه اذا بحس بالامان ولا لا. اذا الخوف منه شخصي ومنه فردي، الخوف هو وهم تستعمله السلطه لاخافه شعبها. هون الفساد سيدي العزيز، الفساد هو باستعمال مشاعر بريئة عند الشعوب، وخاصة نحن عنا عنا لا وعي جماعي عن الحرب اللي عشناها. صارت بال91 عندما يعني تقاتل الناس اللي كانوا هن مسكين القرار على فترة طويلة والمنطقة اللي اسمها الشرقية بال90 بال91 ما عم بقول أنا يعني ما عم أيد فريق على فريق، ولكن اعتبروا أنه وقت اللي راحت القوة المسيحية بعثرت، حدا نفى وحدا حبس وحدا كذا، صارت الطوائف الثانية عندها قوة أكثر، خافت الطوائف المسيحية. طبعا طبيعة خاف. أنا المستوى الفردي ما حدا بخاف من رفيقه السني أو الشيعي أو الدرزي، ولكن على مستوى الكوميونيتي كله، يعني عم نحكي على مستوى الطائفة. نعم يعني لكن فيه. هون بدنا نميز الطائفة من الشعب. يعني طيب. الطائفة طيب هي التي مسائبة بلبنان أنه الحزب والطائفة عم يتماعوا، يعني عم بيسيطروا على الشعوب. نعم. على الأفراد إذا بدك. الطوائف زعيمات اليوم، الطوائف منا شخص عم بيكون بس عم بيدافع عن طائفته، هي زعيمات يعني عم بيتخانقوا على السلطة. يعني عندك قطعة جاتو عم بيقصقصوها مين بياخد القطعة الأكبر، هاي هي الطوائف وهيك عم يشتغلوا اليوم. الزعيمات الطائفية يلي عم تشتغل فقط لمصلحة طائفتها أنا ما بعتبرها زعيمات وطنية. اليوم في مشكلة ثقة عندهم. طيب الثقة، الثقة طيب إذا عنا الثقة ركائزة يعني اليوم إذا في صديقنا أو صديقك مثلا أو أي صديق من الطائفة الشيعية الكريمة
بيخدمك خدمة قد الدنيا ولكن ولكن بذات الوقت بيفكر إذا أنا طيفتي بطل مع سلاح اليهود ضد إسرائيل راح أكون كتير ضعيف بلبنان وراح يستقوى علي. أنا بحكي بصراحة عم قلك هيك مثلا عم أعطي مثل أنا إنه ما شفت المسيح شو صار فيه. طيب أنا بدي أسألك أنا بدي أسألك الثقة بتنبنى من يوم للتاني؟ لا طيب بتنبنى على خبرات. نحن لحديث اليوم مين منا من هالفئات الاجتماعية ما طعن الثاني بظهره؟ مين من هالطوائف كلها كان وفي للطائف الثاني؟ نحن مزيج مشاكل وخبرات فقدتنا الثقة ببعضنا البعض. يعني اليوم انت اذا متزوج على الوعي الوعي ما كان كبير كان ضيق. طيب اليوم وعي اليوم كبر وسع لا. بس انا بدي اوضح لك شغله لانه بعمل العلاج ثنائي احيانا بالعياده لما بيجوا لعندي زوجين لا. وبتكون مثلا احد الاطراف خان زوجته او خان زوجة ويمكن مش خيانة واحدة خيانة واثنين وثلاثة بس هم بدهم يحافظوا على هالكينونة على الأسرة مؤسسة الأسرة المؤسسة الاجتماعية اللي هم بدهم يحافظوا عليها لأنه في ولاد ولأنه في تاريخ مشترك ومصالح مشتركة وفي كتير معايير بتخلي الزوجين يستمروا رغم فقدان هذه الثقة. أنت شو بتعمل كمعالج؟ انت بدك ترجع تغذي هالثقة يلي اليوم عم نسمعها يوميا بقلك الشعب ما إلي ثقة بالسلطة لا. هون دور السلطة ترجع تفرجي بشفافية مطلقة ما لم تري حتى الآن. بس الحكم مش عم يعترف انه حتى ما في ثقة عم بيقول انه بكرة شو يلا مين يعني عم تفرجيني انت انه زوجي مش معترفة انه هي عملت شيء او زوجي مش معترفة يعني نحن بعدنا بحالة نكران وهي آلية دفاعية بتعبر عن خوف السلطة اليوم النكران لما انت بتطلع بتقول انه يعني توفا بيان مدام لماركيز بفرنسا بس بيستعملوا الدهاء والخبز وكل الاسلحه الحكم بيستعمل مش الحكم يعني يعني نحكي الحكم ككل المنظومه مزبوط. المنظومه الحكم بتستعمل كل اساليبها وحيستعملوا اساليبها بعد ما خلصنا مين قال لك نحن خلصنا نحن بعدنا باول خطوات هذا الحراك الذي سيدفع الثمن والذي يدفع الثمن اصلا شعبنا كله عم يدفع الثمن اليوم الى حين تستيقظ هذه السلطه على المشكله الاساسيه يلي هي الثقه وانا برايي صار بدهم وساطه يعني انا بهالحاله لما الزوجين ما عم يسمعوا بعضهم واحد عم يتنكر للثاني وما عم يعترفوا باخطائهم بدهم كاتاليزور بدهم حدا بالنص كاتاليزور يوقف يجي يقول لهم تعي يا حبيبي انت غلطان بتك تك تك وانت غلطان بتك ولازم يكون هذا موضوع هلا هون شو اللي عم بصير عم بيكون هل الراعي او هل كتز او هل وسيط او عم بيكون الجبهة الخارجية يلي والخارج كل واحد عنده وجهة نظر لنحكي بصراحة المنطقة الإيرانية الخليجية عندها وجهة نظر المنطقة العربية عندها وجهة نظر تجاه لبنان أوروبا اللي هي قريبة كتير لثقافتنا عندها وجهة نظر والأمريكيون عندهم وجهات نظر وكتير الناس حتى اللي معهم واللي ضدهم بيخافوا منها انت عم تسميهم وجهات نظر حتى انا بقولك مصالح يعني عندهم مصالح عم تلطفها من الألف مصالح من 1771 نحن بلبنان لهلا على ما بنعرف في مصالح خارجية تتحكم به هذا فيما مضى أدى إلى حروب اليوم لازم يؤدي إلى اتحاد لأن في الاتحاد القوة اليوم أنت عارف حالك ضعيف وصغير ومساحتك 10452 كيلومتر وأنجا محرر حالك ومنطقة مضطربة بركانية ومحيطك مش سهل أبدا المعاطاة معه فأنت شو بتعمل بهالحالة؟ بتنفسخ بالنص هيدا كمان حالة نفسية بنسميها فصام نعمل سكيزوفرانية يعني منزيح هيك شمال ويمين أكيد. أو نتحد مع بعضنا البعض لأنه أسهل لك تبرم ظهرك لقريبك وشريكك في الوطن من أنك تبرم ظهرك لواحد غريب برا ناطرك على مصلحته مش لمصلحتك طيب بس دكتورة ماري أنج نهرة هذا بيخدنا على شيء أنه إذا هالقد الخوف الخارجي المحيط فينا والخوف وقلة الثقة الداخلية في خوف ما بعرف إذا مزبوط لازم ينكسر هو أنه يقعدوا كلهم بمؤتمر وقت بتقليلهم هيك او بيقول حدا منهم هيك بيقول لك شو عم تاخذني على مؤتمر تاسيسي لانت تشلحني شوي وانت تاخذ شوي من كذا وكذا شو السبيل لحتى يكون يعني يقدروا يكونوا قرار لبعض بمكان ما هن كذا مره قالوا انه فرجونا مين منكم بهالحراك قادر يقوم بحوار مع هالسلطه وهذا الشيء خليني افكر بمكان ما انه هن بدهم او عندهم استعداد يقعدوا على هيدي الطاوله ولكن بدهم اشخاص بموضوعيه معينه يقدروا يتكافئوا ويحكوا مع بعضهم هون في عمليه نضج فكري واضح انه السلطه بعد ما وصلت له
واضح كمان انه الحراك يمكن ما وصل نضج او قلة جشع او ما بعرف شو. طمع قصدك من ناحيه السلطه؟ هلا طبعا هذا رح يفلت شقفته وهو مرتاح لانه انت كمان هون بدي ارجع ردك على هالزوجين اللي اجوا لعندي على العياده. ما هون بالمعالجه حضرتك معالجه، ولكن مين بدك تجيبي معالج بهالموضوع؟ نرجع لبرا يعني؟ لا مش لبرا، علينا ان نؤسس الى كتله معينه، مجموعه من المثقفين الواعيين المدركين والموضوعيين والغير محزبين، وانا بشدد على كلمه غير محزبين لانه اليوم بتعرف انت الحراك بيقول لك هذا محزب هذا مش محزب، فيك ما تكون لابس لباس الحزب ولا حاطط بطاقه الحزب ولكن تكون محزب براسك. لا بعتذر فيه، لا بلا فيه، لا قصدي مش محزب فيه. معه يعني بناص الحزب يعني منه مسيس بالداخل بل بلا بلا عندك اشخاص بموضوعيه كافه مثل حضرتك مثل حضرتك بلا في في يعني بمجرد ما نحن نقول انه هيدا فلان عنده دهاء، هيدا فلان سري، هيدا فلان كذا، هيدا فلان مجرم، هيدا مش افكار مسبقه تطلع نحن معذبين. لا هي مش افكار مسبقه، انت اذا عم تقولها بهالطريقه وبهالاسلوب ايه بتكون انت محزب وعم تقسي الشخص الاخر، بس اذا انت بتجي بتقول له الف ب ت وهذه هي الاسباب اللي خلتني اقول عنك هيك وانا مستعد غير رايي تعبرهن للعكس، هون انت بتفقد الوساطه، بتسمح للسلطه ترتاح نفسيا انه شعبها منه ضدها، وبتسمح للشعب يعرف انه في شفافيه عند هالسلطه. هلا المعالجه لازم تكون الانيه لانه اهم شيء هلا يعملوا حكومه. هلا يمكن يكون في استشارات ويصير في حكومه. هاي الحكومه عناصر تكوين هالدكتوره او هالمعالجه اللي هي الحكومه برأيك هل لازم تكون فقط اختصاصيين وغير محزبين أما لازم تجمع الكل مشان يطمنوا هالحكم أو هالمنظومة الحاكمة أنه نحن مش جايين نقتص منكم جايين نعالج الأمر؟ طرح علي هذا السؤال سابقا وأنا قلت حكومة تكنوقراط حاليا على الحل ما بتمشي، ما فيها تمشي، مش لأنه غير قادرين، بالعكس تماما عمليا قادرين وبعد أكثر، بس هون بدك تعطيني دقيقتين اشرح لك عملية نفسية جدا ذكية. الطفل اول ما يخلق بده مربى اول 10 سنين من حياته، لبعدين بسن المراهقة تبلش تعطيه شوية حرية يقدر من خلالها يثبت شخصيته، ولاحقا بسن الرشد تترك له حرية القرار لانه صار راشد فوق 18 سنة. نحن اليوم للسلطة برهنت ان راشدة بسلوكيات كتير كبيرة بيّنت ميليشاوية أكثر ما هي واعية، والشعب والحراك اللي طالع هلأ جديد عمره 35 يوم بعده جدا طفولة، نحن ما بدنا نضحك على بعضنا، بعده طفولة وحقه نحن ما عم نعتبر. إذا أنت اليوم ما فيك تنتقل من أطفال عم يلعبوا بالملعب إلى سن الرشد بلا ما تقطع بسن المراهقة. سن المراهقة هي هالحكومة اللي بدها تكون خليط من تكنوقراط وسياسيين لهيدا يتطمن وهيدا يتطمن، ولكن أي تكنوقراط وأي سياسيين؟ مين قال لك التكنوقراط كلهم مش فاسدين؟ نحن اليوم عم نقول مقولة تكنوقراطي، طب ما هالتكنوقراطي بيقدر يكون كمان وصولي فاسد، في اختيار يعني، مش كل أصحاب الاختصاص يا سيدي متخصصين، مش كل خياراتك واثق من نتيجتها. إذا مثل ما في بالسلطة فاسدين في بالشعب كمان فاسدين، لأنه هي ثقافة قديمة. يا عيني عليك. إذا خلينا نتفق أنه نحن لما بدنا نقعد على طاولة بدنا ننتقي الآدمي، وهذا هو المعيار الأول. هلأ الآدمي كل واحد بيقول عن نفسه آدمي والآخر هو الأزعر، بدنا بالحد الأدنى يكون معنا معايير مشتركة للتكنوقراطيين ما يكونوا هن فقط وصوليين لياخذوا حصه ثانيه او يعوضوا على ولا سياسيين نعممهم 128 نايب، معلش اسمح لي فيها، بلد مثل بلدنا ما بيستوعب 128 نايب يعني كثار، بس يعني 18 طائفه مضطرين يعطونا 18 نايب يا اخي 28 نايب او 36 كتار. في هيك وهيك يعني 36 يا اخي 36 انا معك، بس كثار كثير يجتمعوا، كثره الطباخين بتتشوشط الطبخه، بدك تحصرها بكم عنصر متزن عقليا، وهذا معيار ثاني غير الاخلاق. نعم. ان يكون متزن عقليا، يعني ما في تجي عند واحد نرجيسي مطلق بيقول لك انا او لا احد، طب انت ما حيسمع او شي واحد اخوت او شي او شي واحد يوديك في 60، ما فيك يعني انت. نعم. عندك معايير معينه بتحطها وعلى اساسها بتجمع المجموعه وبتكون هيدي خليني اقول الاكثر حياديه لتسمع اصغاء للاخر. هدول المعايير الثلاثة سيدي جلال، إذا ما عندنا هن ما في طاولة حوار. طيب أصلاً إذا كان في أي سلطة أو أي مؤسسة إذا ما فيها علماء بالبسيكولوجي
وبالاجتماع وبالاقتصاد ما بتمشي، ما يعني ما بتمشي بشكل سليم. اكبر شركه اليوم اذا ما فيها اتش ار، اذا ما فيها موارد بشريه ما بتقدر تمشي، لانه الموظف له حقوق والرأسمالي له حقوق. دونك انت مجبور حكما تقتنع انه نحن مزيج من هدول النقطتين لحتى اللي تمشي الشركه تبعك. يعني برايك اللويا جرجا بعدها بالنفوس ما راح تصير ولا اكثر ولا يعني على الطريق؟ خلينا نقول نحن على مين بيختار هلا مثلا؟ هلا بده ينطرح كثير، بده ينطرح في في اخذ وعطاء، حتى لو مش ظاهر مش على العلن. مثلا فخامه الرئيس العماد ميشيل هون عنده يعني مشاورات واتصالات مع حدا بالحراك المدني خصوصا، وعم بيشوفه وغيره عنده كمان، ولكن هون الاختيار برايك راح يكون اختيار سياسي ام فعلا وجداني ومجتمعي؟ هيدا هون عم بتحطهم كل واحد قدام ضميره. ما في شك، ما في شك انه السياسي رح ينقي الشخص، يعني اذا عندي اثنين تكنوقراط واحد موالي وواحد معارض رح ينقي الموالي من بين التكنوقراط. الموالي كمان يكون جيد، يعني الموالي يكون عنده اخلاق مثل ما قلتي ويكون عنده ايه، بس نحن اليوم اكثر بحاجه لحياديه. نعم. لانه ما رح يجيبوا سياسيين من الحكومه، ومش بس هيك، لانه الموالي حكما بمكان ما عنده عاطفه، ما عم نحكي عن الوجدان العاطفي. نعم. حيكون عنده عاطفه غير متجرده تميله لفئه دون الاخرى. دونك اضبط نكون عندنا نحن فعلا اشخاص حياديين، لا بيعني لهم هيدا ولا بيعني لهم هيداك. طيب بدي اخر الحلقه بدي احكي شيء يعني يمكن ما خصه كثير بهالوضع اللي نحن فيه، ولكن سابق قبل التسعين بخلال الحرب اللبنانيه كان في حروب، صارت خط تماس شرقيه غربيه، فلسطينيه ومسلمون ومسيحيه ما بعرف شو، بس من بعد 78 صار في حروب داخليه. نعم. بفتره من الفترات بمنطقه من المناطق صار في حرب داخلية بين الإخوة، بيقوم بيجي زعيم من هالزعمين من هالزعيمين بيقول الشيء اللي صار توحيد الصفوف، توحيد الصف، ونحن كلمة واحدة وحفاظا أنه حتى الدل مقومات الصمود موجودة، لأنه كان صمود ضد إسقاط الدولة وصمود ضد التوطين. بيقول بشير الجميل ابني وكل كلنا نحن ما حدا له حق يحكي وحدنا البندقية أو وحدنا القدرات. اليوم الوجدان اللي كانوا معه لهذا الزعيم واللي ما كانوا معه، اللي كانوا معه كان ضد هذا الحكي، ولكن وجدانهم كان عم بيقول عم بيفكروا أنه والله عم يحكي ممكن مزبوط ممكن مش مزبوط. إنما من بعد التسعين تجمعت كل الأحقاد بمكان ما ورجعت اللي كان كانت عليه، اللي كان بده يصير سنة 80 صار سنة 90. بتعرف ليش؟ بتعرف ليش؟ الخطأ الأساسي اللي ارتكب في هذا ذلك الحين، ولكن كانت أيام حرب. نعم. ما بعرف قديش نحن فينا نلاقي تبرير لهذا الموضوع. نعم. توحيد الكلمة مبدأ رائع. نعم. ومفيد في بناء الأوطان. نعم. وإنما توحيد الكلمة ما بيقطع مكلف بالقوة، لا لا ما بيقطع بالقوة، ثاقبت صار بالقوة، قال ما هيدا ثاقبت ما كان في حرب يعني. ايه ما هيها، بس انا بدي اقول لك توحيد الكلمة انا اليوم عندها واقفة، بس بدك تقنع الاخر، بدك تسمعه وتطمنه، مش تجيب القوة بتطرق كفين وتعا وقف حدي، لانه ساعتها كفين وقف حدي ما رح يقبل، ورثت لبعض، ورثت لمشكل تاني، ونحن اليوم نتوارث هذه المشاكل. اذا الحوار يلي توصل له الغرب يلي نحن بالشرق بعد ما وصلنا له هو حوار كلامي سلمي، والكلمة تعبر عن فكر وعاء الفكر. هاي المرحلة الرقية، كيف عم يربحوا الزعماء وكمان بيحكوا ديماغوجية معينة، ولكن نحن بدنا ننقل هالعاطفة الجياشة إلى فكر واعي ثم إلى فعل إيجابي عارف. مش سلبي، إلى فعل فعل سلبي إيجابي مش سلبي، إيجابي مش سلبي، يلي هو اليوم على المحك. اليوم نحن بهذا الامتحان، يعني هلا أول امتحان هو الحكومة وشو اللي ممكن تعمله نحن إذا صارت حكومة يعني. صحيح. هذا بصدد هالامتحان، ويعني العنصر الخارجي بنقدر نحن إذا كان في مونة من الخارج بنضل نقدر نخفف من تأثيراته برأيك بهال ما منخفف، فيك توقف خليني رح أقول لك ليش، رح أقول لك ما في بلاد بالعالم ما فيها تأثيرات. طبعا تأثيرات موجودة، بس خليني أقول لك إذا اليوم حماتك إجت قالت لك مرتك ما بتسوى، بس أنت بتحبها كثير لمرتك، حتصدق حماتك ولا مرتك؟ قد ما تحكي حماتك برا وقد ما يحكي جارك انه مرتك ظهرت وعملت وشالت، في ثقه رح تنبنى بينك وبين الشريك ما حدا بيقدر يهدمها. انما المشكله اللي اليوم قدر الخارج يسطي على لبنان من خلالها هي قله الثقه الداخليه. هيدي هي اللعبه اللي هن عم يستعملوها ضدنا. نرجع للضمير والوجدان.
ونعود أيضا إلى الإرادة، هل نريد فعلا أن نبني وطن أو كل منا بده دولة؟ يعني في كمان مبادئ في لبنان، الرسالة في لبنان إذا نعمل شغل مزبوط ممكن. على أمل دكتورة ماري أنج نهرة، نحن نشكرك من تسلم لبنان. مرسي لأستضافتك. مشاهدينا الكرام نشكركم وإلى اللقاء.